دكتور مدحت الصالح أستاذ الإدارة والتنمية المستدامة معنا على الهاتف لمزيد من التفاصيل والتحليل حول فعاليات كوب 27. دكتور مدحت، تحياتي لحضرتك. تحياتي واحترامي أستاذة إلهام ولحضرتك والأهل مزبير وجميعا. شكرا يا فندم. دكتور مدحت، يعني يبدو أن الحفاظ على الاحترار العالمي يعني عند مستوى درجة ونصف درجة أمر يعني صعب المنال أو صعب التوافق عليه من قبل دول العالم جميعا. كيف ترى ذلك من خلال ما دار من مناقشات في كوب 27؟ نعم، أضم صوتي لصوت حضرتك أستاذة إلهام. فعلا المسيرة عسيرة، الإصلاح البيئي ما هو قضية هينة، خاصة بعد ظهور صندوق الأضرار والخسائر، بعد مطالبة الدول باعتماده وبتمويله والعودة إلى ما سبق الاتفاق عليه، 100 مليار التي أشبعونا حديثا عنها ولم يدفعوا عشرها. فأصبحت المسيرة عسيرة، خاصة أن بعد الأحداث الأخيرة وتوقف سلاسل الإمداد وتراجع التصنيع في مرحلة كورونا وأخواتها، حدث شيء غريب الآن نراه في العالم كأكاديميين متخصصين في الاقتصاد، العلوم السياسية، الإدارة. حدث يعني بوادر ثورة صناعية غريبة جدا، يستخدم فيها الفحم، يستخدم فيها البترول، يستخدم فيها الغاز، يستخدم وقود أحفوري غير أحفوري. المهم أن يحاول البعض تعويض ما نتج وما ألمه من جراء كورونا وأخواتها. وما فتأ هذا يرحل وتبدأ الأمور في نتنفس الصعداء، خاصة في الدول النامية والساعية للنمو والدول الأقل نموا، إلا وأن أتتنا الأزمة الروسية الأوكرانية فعصفت بما تبقى من هذا، وما أن اعتدنا على أخبارها إلا وأن جاءتنا أخبار الكوارث المتتالية. هذا فيضان في باكستان يطيح بثلث الأراضي الباكستانية وحصيلته الخسائر المبدئية 30 مليار، وهذه فيضانات في ألمانيا وحرائق في الأمازون. يعني ما يمكن الرئيس البرازيلي المنتخب حديثا أو المعاد انتخابه حديثا لولا دا سيلفا شرف مدينة السلام وشرم الشيخ المصرية، وكان مهتم جدا أول رحلة ليه لخارج بلاده، ووعد بعدم قطع الأخشاب. الأمازون كما تعلمين أستاذة إلهام رئة العالم، وعد بعدم قطع الأخشاب ولا حدوث حرائق في هذه الأمر. المسيرة عسيرة والتمويل عنصر هام بالتأكيد دكتور مدحت، ولكن يعني هناك شيء من التناقض. يعني خلال المؤتمر هناك توافق وشبه إجماع ما بين كل الدول على أن هناك حاجة ملحة إلى إجراء تخفيضات ثورية وعميقة في انبعاثات الغازات الدفيئة، ولكن في نفس الوقت كما ذكرت حضرتك أنه حاجة الدول لتأمين متطلبات مواطنيها من الغاز والبترول في ظل الأزمة الحالية يعني دفع الجميع إلى وضع هذه الأمان مال على جنب. يعني فكيف يتم يعني التوافق بين هذا الهدف وهو تخفيض الغازات الدفيئه والحفاظ على البيئه في ظل ازمه حاليه تطيح بكل دول العالم؟ بدات الامور في كوب 27 او في مؤتمرنا في شرم الشيخ، بدات الامور جيده، ولكن فجأة أو وفقا لبروتوكول المؤتمر بدأ القادة يغادرون بهذا بالطائرة وهذا بالسفينة وهذا وعادوا سالمين غانمين إلى بلادهم، وندعو الله أن يعود جميع كل من زار مصرنا الحبيبة يعود سالما غانما إلى وطن. لكن الشيطان يكمن في التفاصيل أستاذة إلهام. صحيح. الخبراء حينما يتناقشون يتنافسون يتبارون من يفيد وطنه، من يفيد بلده، من ولكنهم الدول المتقدمة أشبعونا حديثا وغمزا ولمزا عن
عن السلام العادل والتنمية المستدامة والمشاركة والتعاون وما إلى ذلك. لكننا حينما نجد قضية خطيرة أطلق عليها المسيرة العسيرة، نجد تروي، نجد تراجع، نجد حرصا على المصالح الخاصة وليست المصالح العامة. أستاذة إلهام، أفرزت أزمة كورونا وأخواتها أنه أن كشفت النظام العالمي أنه ليس جادا وليس بهذه الصورة الطيبة التي، فلا اتفاق، لا تعاون، لا 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 عدالة. 3 لقاءات أكتب فيهم حاليا وأفاجأ بنتائج غير إيجابية لهذا الأمر. الكوب 27 كان سينتهي بالأمس، الخلافات والتفاصيل وهذا يصارع من أجل بلده، وهذا رائع هذا، ذكرت 3 لقاءات، لا اتفاق، لا تعاون، لا عدالة. فعلا لا، نحن لم نتفق أو هم لم لا اتفاق في بين الدول التي يدعونها العظمى والمتقدمة والكبرى والجي 7 والجي 20 وما إلى ذلك. أخذ من الـ3 لقاءات، يعني اللا تعاون، حين نتحدث عن يعني وجوب استثمار حوالي 4 تريليون دولار سنويا في مجال الطاقة المتجددة حتى عام 2030، ووجوب يعني لجوء العالم، دول العالم جميعا، إلى استثمارات الطاقة النظيفة، كيف ترى يعني إمكانية استثمار هذا المبلغ على النطاق العالمي، وأيضا نقل التكنولوجيا والمعرفة إلى الدول الأكثر احتياجا لها؟ في من حيث ما انتهيت حضرتك، سينقلون التكنولوجيا وسيكون هنالك تعاون في هذا المجال، خاصة لأن المردود إيجابي عليهم. المنظمات الدولية والدول العظمى وما إلى ذلك هم بارعون في هذه الأجندة الاستثمارية، هم بارعون فيه، وأنا لا أضيق عليهم الأمر، ولكني أطالب بالحقوق، العدالة الثالثة التي أفرزها عدم الاتفاق وعدم التعاون، أفرزت اللا عدالة، وهو ما اتضح جليا بعد أزمة كورونا وأخواتها. لكن الآن تحدث مشاركة أو تعاون كوبريتيف، قد يصل إلى حد التكامل وما يدعونه الانتجريتيف، ولكن المشكلة أنها أصبحت فردية. مثلا مصرنا الحبيبة تستطيع أن تنتج الهيدروجين الأخضر، ولها قدرة على هذا الإنتاج بإذن الله تعالى، وتقدمت وأحدثت انفراستراكشر أو بنية تحتية في هذا المجال يفوق الخيال، جعل النرويج والسويد وبلجيكا ودول الشمال والإسكندناف وما إلى ذلك وأوروبا كلها تشارك مصرنا الحبيبة الآن في هذا القطاع. ولا أنسى الدور الإماراتي والشراكة الإماراتية الحالية والدعم العربي الذي لقيناه من رئيس دولة الإمارات في هذا الأمر، وهم يوقعون وكلمتهم توقيع، حينما يقولون كلمتهم بمثابة العقد، وحضرتك ومستمعنا الكريم ومشاهدنا يعلم ذلك. كذلك حضور ولي العهد السعودي أمير محمد بن سلمان نيابة عن جلالة الملك سلمان، ويعقد في مصر منتدى الشرق الأخضر ومنتدى السعودية الخضراء، كان ممكن أن يعقدهم في نيوم على البر الآخر من البحر الأحمر في هذه المدينة الجميلة أيضا التي يعدونها مركزا لائم. هذا الدعم وهذه الشراكات العربية هي أخوة وتاريخ وجسور ممتدة عبر، لكن الشراكة الحالية يجب أن تكون وين إز وين، أنت تكسب وأنا أكسب. كفانا، كنا دائما يعني حينما نطلع على الاتفاقات والشراكات الأوروبية والعم سام والأمريكا وما إلى ذلك، نجد أحيانا فيها إجحاف، أحيانا فيها إجحاف لحقوقنا. أما الآن فنريد وين إز وين،
طب دكتور مدحت، يعني والخسائر. هذا الصندوق الخاص بالأضرار والخسائر، يعني هو بالتأكيد الدول المانحة والجهات المانحة تضع لها شروط، فالناس لا تلقي بالنقود هباء يعني. حين نتحدث على سبيل المثال عن تصريح نائب رئيس المفوضية الأوروبية حين تحدث عن اقتراح أوروبي بإنشاء صندوق، ولكن شريطة أن تتعهد الدول بخفض الانبعاثات الحرارية، يعني هذا شرط منطقي، ولكنه يضع يعني بعض العراقيل، ربما يضع مزيد من الضغوط احتمال على الدول لتحقيق أهداف بعينها تهدف إليها الدول الأوروبية وليست الدول التي يعني ترغب في الحصول على التعويضات. كيف ترى يعني هذا الاقتراح الأوروبي وإمكانية تطبيقه في الدول الأكثر احتياجا كالدول الأفريقية مثلا؟ أرى أن يكون أنه قد يكون هذا الاقتراح مقبولا إلى حد ما عقب الدراسة وفحصه وتمحيصه والخبراء، لكن هذا يتبعه شرط آخر ما زال مستترا سيعلن له خلال الدقائق واللحظات القادمة، فالمناقشات أصبحت جادة حادة. اسمحي لي أستاذة إلهام وأنا أعي من قدرك ومن يحاورني الآن. هم يطالبون من على المائدة المستديرة ومن تحتها ومن هنا ويمنة، هم يطالبون بفرض ضرائب على الوقود الأحفوري. أحيانا يرددونها عبارة ستفرض على الشركات، ستفرض على المنتج. ومن يكون المنتج في العلوم الاقتصادية والسياسة والإدارية لفظ ممكن يحيل اتفاقية إلى غيابات الجب وقد يأخذ من حقوق بلد. حينما تفرض الضرائب على الوقود الأحفوري الذي يتمثل في البترول، سواء كان بترول عادي أو بترول صخري أو غاز، إذا من الممكن أن يكون أن تحمل دولة مثل مصرنا الحبيبة لم تضر البيئة بأكثر من 0.3% من اللي حصل من الكوارث الدنيا، إذا كان إفريقي يقول لها من 3-4% ضرر، على الرغم من أن هذه الأضرار نتجت عن استخراج الوقود الأحفوري والبترول وما إلى ذلك. أحمل الآن أنا مصر الحبيبة، آن الأوان أن نستفيد من شواطئنا ومن بترولنا ومن الغاز في بحر زهر وفي حقل زهر وما خلاف. تفرضون ضرائب على دولة هي ما فتئت تبدأ في الاستفادة من هذه من ثروات أرضها وما إلى ذلك، وسيحدث هذا مع دول كثيرة في وسط أفريقيا وفي غرب أفريقيا وما إلى ذلك وفي جنوب شرق آسيا. لا، نأمل أن تكون أن يتم تكوية يتم إنشاء الصندوق وتمويله بعدالة حقيقية. الوزن النسبي يفرق كثيرا بينما حظيت به الولايات المتحدة والصين والهند. هذا العم سام وهذا التنين الأصفر وهذا الفيل الهندي أحدثوا تلوث. دكتور مدحت، يعني تأكيدا على كلام حضرتك، يعني من بعض ما دار في الكواليس يعني لمح البعض استقطابا ما بين دول الشمال ودول الجنوب، وبعض دول الشمال رفضت فكرة تمويل صندوق مخصص للخسائر والأضرار في ظل وجود مؤسسات تمويلية كبرى، في حين أن دول أخرى وافقت على التمويل الفردي لبعض الدول دون الدخول في إطار مؤسسات أو في إطار صندوق. هل هذا يتعلق بمسألة الشفافية في الإنفاق على التعويضات والأضرار؟ الكواليس يا أستاذ إلهام، وما أدراك ما الكواليس؟ يحدث فيها لذلك هنا قلت الشيطان يكمن في هذه في التفاصيل هذه الدقيقة. أنا لست ضد أن تكون هنالك اتفاقية عامة يحدث اتفاق فعلي، تعاون جدي يحدث عدالة يراها القاسي والداري، 197 دولة موقعين على هذه الاتفاقية، نقترب من 200 دولة،
حضروا مؤتمرات عديدة آخرها عندنا اليوم وغدا في الإمارات في العام القادم علينا وعلى حضراتكم بالخير كوب 28. كل هذه الأمور اتخذت من الكلمات الرنانة ومن العقود الجائرة أحيانا ومن الاتفاقات الخاصة. التكتلات الاقتصادية تلعب دورا في هذا، المصالح الشخصية للدول تلعب دورا في هذا. أنا الآن أن تكون هنالك اتفاقية عامة وصندوق عام، ومن يريد أي اتفاقيات خاصة بيننا وبين الإمارات، بيننا وبين المملكة السعودية، بين اليونايتد ستيتس وبريطانيا، هذا حق للدولة، حق أصيل للدولة. لكن الاتفاق العام على التمويل، على حقوق هذه الدول، على ما أحدثوه من كوارث، قد يتصور البعض أن جمع المائة مليار قد يكون هو هذا الكنز الذي سنقوم بتوزيعه دول نامية وساعية للنمو وأقل نموا. هذا لا يكفي لهذه الكوارث ولا يسمح بسداد الأضرار وما نعم. حدث أنهم الآن يريدون switch on switch off، لنغلق على الماضي ونبدأ في الإقلال من الانبعاثات، فرض نعم. ضرائب على من ينتج البترول والغاز. فهذا أمر يصعب تقبله والآن نعم. يعني عفوا للمقاطعه دكتور مدحت، يعني خلال ساعات قليله سيصدر البيان الختامي وسنعلم ما وصلت اليه المحادثات في الكواليس. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور مدحت الصالح، استاذ الاداره والتنميه المستدامه.